انطلق في العهد الحديث مفهوم سياسي بين الأوساط العالمية، وهو أن الدولة كائن من خلق الأفراد. وقد انطلقت نظريات كثيرة في ميدان الفكر السياسي تتحدث عن علاقة الفرد بالسلطة، أو ما يعرف بالعلاقة ما بين الحاكم والمحكوم. وعرفت هذه النظريات بنظريات العقد الاجتماعي. وكان للدولة الأردنية الحديثة حكاية خاصة تتميز عن غيرها من قيام الممالك والدول، حيث إن العقد الاجتماعي جاء فيها مختلفا تماما عن كل العقود التي نشأت في تلك المرحلة من بناء الدول، لأن أبناء الشعب الأردني هم الذين طلبوا من الحاكم أن يتولى إدارة شؤونهم. وبالتالي فإن نشأة الدولة الأردنية جاءت على أساس الشرعية والتفويض والتوكيل الحر، مع حالة من الولاء والانتماء غير مسبوقة العهد. فكانت المبادرة من أهل شرق الأردن لتنظيم شؤونهم في ذلك الاجتماع الذي رسم ملامح الدولة المستقلة للأردن بمؤتمر أم قيس في 2 أيلول 1920. وتمخض عن هذا الاجتماع 16 بنداً جاءت لتعكس الرؤية البعيدة لأهالي شرق الأردن ووعيهم السياسي، أهمها أن يكون لهذه الحكومة أمير عربي، أن يكون لها مجلس عام للإدارة وسن القوانين، أن يكون للحكومة جيش وطني. وأرسلت تلك المبادرة إلى الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه بمكة المكرمة، إيمانا منهم بأن القيادة الهاشمية الممثلة بالشريف الحسين وأنجاله الذين آمنوا بأهدافه السامية تنبع من قيم الأصالة العربية والسيادة العربية المطلقة. فانطلق الأمير الهاشمي عبد الله بن الحسين على رأس عدد من الرجال الذين يحملون الرغبة والطموح لتحقيق هدف الاستقلال والوحدة والحكم العربي، مؤمنين بقناعة كل العرب بأهداف الثورة الكبرى، حاملين لواء ثورة الإصلاح في شتى الميادين التي كان الشريف الحسين ونجله الأمير عبد الله يتطلعون إلى وجوب تغييرها وتوسيع قاعدة الاهتمام بها على أرض عربية لتلتقي أمان العرب وطموحاتهم، مشكلين نواة الجيش العربي الذي لا يمكن تخطيه عند الحديث عن الثورة العربية الكبرى. فمن أبرز مزايا هذا الجيش والتي تجعله متميزا عن غيره من الجيوش أنه قد بدأ عمله قبل تأسيس الإمارة أيضا، وأنه اطلع بالمهام الجسام وقام بدور بارز في تأسيس الإمارة. رجال كان همهم وهم الأمير المؤسس أن يكون للإمارة جيش يحمي أرضها وشعبها. فكان أول تنظيم للجيش من التشكيلات القادمة إلى معان، والتي قدر عددها ب25 ضابطا و250 جنديا في 21 من تشرين الثاني 1920. وصل الأمير عبد الله بن الحسين إلى مدينة معان في جنوب الأردن وهو يحمل علم الثورة العربية الكبرى، ومكث فيها 4 أشهر، حيث التقى بالعشائر الأردنية لوضع الترتيبات اللازمة لتأسيس الدولة الأردنية، كما أنشأ بها أول وسيلة إعلام أردنية وهي جريدة الحق يعلو. وبعد ذلك تحرك إلى عمان. لم يجد الأردنيون ما هو أبلغ وأدق وصفا وتعبيرا عما يجول بداخلهم من مشاعر الولاء للحاكم من إقامة استقبال مهيب قدم له الأردنيون والعرب من المناطق المجاورة، مؤكدين وعيهم برسالة النهضة التي جاء الأمير يحملها، والتي تجعل من العروبة قاعدة لحضارة حية. وكان أول خطاب للحاكم أمام شعبه في 2 آذار من عام 1921، قال فيه: ترحيبكم بنا واجتماعكم علينا أمر لا يستغرب، فأنتم لنا ونحن لكم، وإنني لم أغفل كلمة مما جاء به خطباؤكم، فوطنيتكم أمر لا يخفى، وضالتكم المنشودة هي حقكم الذي تطلبون، وإذا جاء الوقت لاستعمال ما تستعمله الأمم من القوة ووجدنا أنفسنا ضعفاء في العدد وفي العدة، فلن يضيرنا أن نموت في سبيل شرف الوطن والأمة، فأنا لا أريد منكم إلا السمع والطاعة، وما جاء بي إلى هنا إلا حميتي وما تحمله والدي من العبء الثقيل،
ولو كان لي 70 نفسا وبذلتها في سبيل الأمة لما عددت نفسي أني فعلت شيئا. ومنذ ذلك اليوم الذي وصل فيه الأمير عبد الله إلى عمان، شرع بتأسيس الدولة الأردنية، وأعلن في 30 من آذار 1921 قيام الإمارة باسم إمارة شرق الأردن، واتخذ من عمان عاصمة لها. وقد أنشئت أول حكومة في شرق الأردن في 11 من نيسان 1921، وأطلق على هيئتها اسم مجلس المشاورين. وقد كانت جميع السلطات التنفيذية والتشريعية من اختصاص مؤسس الإمارة الأمير عبد الله بن الحسين. رغم أن أحداثا عديدة قد وقعت في منطقة شرق الأردن استهدفت أمن البلاد واستقرارها، إلا أن سمو أمير البلاد استمر في خطته التي تستهدف تحقيق الاستقلال واستكمال إجراءات الدولة الدستورية. ولهذه الغاية فقد قام سموه وبمعيته رئيس المشاورين رضا الركابي بزيارة إلى لندن في 30 من تشرين أول 1922، أسفرت عن مشروع معاهدة أردنية بريطانية تكفل قيام الدولة. وبالتزامن لم يغفل الأمير عبد الله الأول بن الحسين ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية الأردنية، فقد كان يرى ضرورة تشكيل قوة نظامية مؤلفة من مشاة ومدفعية وخيالة. ومن منطلق إيمان الأمير في ذلك الزمان بأن المشاركة السياسية لها دلالة قاطعة على تطور المجتمعات، وتدل أيضا على الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات والتطوير السياسي والاقتصادي، فقد أمر الأمير في عام 1923 بتشكيل لجنة أهلية منتخبة للنظر في قانون انتخابي للإمارة، وقد اجتمعت في 14 من تموز 1923 في دار بلدية عمان، وأتمت المشروع وصادق عليه الأمير. كما شكل سموه لجنة أخرى من العلماء والمشرعين لوضع لائحة القانون الأساسي الدستور في شهر كانون الثاني 1923، وبذلك أصبحت الظروف مهيئة لإجراء الانتخابات النيابية، فصدر أول قانون للانتخابات في منتصف عام 1924 في ملحق للجريدة الرسمية. تم انتخاب أول مجلس تشريعي في الأردن في 17 من حزيران 1928، وقد افتتح دورته الأولى الأمير عبد الله في 2 من نيسان 1929، وتلا خطاب العرش معلنا بدء الحياة التشريعية في الأردن. وقد أشار الأمير في خطابه إلى دور المجلس التشريعي في توحيد الإمارة تحت نظام موحد، وإلى دوره في وضع الأردن في عداد الدول الدستورية. كما حث الأمير أعضاء المجلس على التعاون مع الحكومة في مصلحة البلاد والشعب. واستعرض سمو الأمير عبد الله في خطاب العرش أحداث الساعة قائلا: لقد حمل إلي فخامة المندوب السامي البريطاني لشرق الأردن في زيارته الأخيرة نص المعاهدة المبرمة مع صاحب الجلالة البريطانية، مشفوعة بكتاب من فخامته يقول فيه: إنه قد أمر أن يحيطنا علما باعتراف الملك بوجود حكومة مستقلة في شرق الأردن. وبذلك تحقق استقلال إمارة شرق الأردن الأول، وعرفت باسم حكومة الشرق العربي فيما يسمى باستقلال الأردن. واستمرت الحياة التشريعية، ودأب الأمير ومجلس مشاوريه على تطوير مؤسسات الدولة، ونشطت إثر هذا الحركة الديمقراطية في الأردن، خاصة بعد أن كفل القانون الأساسي لشرق الأردن الذي صدر في 16 من نيسان 1928، والمؤلف من 72 مادة تناولت حقوق الأردنيين وحرياتهم وواجبات الأمير وحقوقه والتشريع والقضاء والإدارة ونفاذ القوانين والأحكام. وهنا ظهرت عدة أحزاب، منها حزب الاستقلال العربي الذي تعود نشأته لعام 1919، وجمعية الشرق العربي عام 1923، وحزب الشعب الأردني الذي تشكل في عام 1927. وتطور العمل الحزبي ليخرج بالمؤتمر الوطني الأول في مقهى حمدان بعمان في 25 من تموز 1928،
والذي دعا إلى استقلالية الدولة وحقوق الشعب، وتشكل أيضا الحزب الحر المعتدل، وتشكلت أحزاب أخرى بموجب القانون الأساسي كحزب التضامن الأردني والحزب الوطني الأردني وحزب الإخاء الأردني. وعقدت مؤتمرات عدة، منها مؤتمر التضامن الاقتصادي الأول، وقد ناقش المؤتمر موضوع جدولة ديون المزارعين وتوزيع ضريبة الأعشار وغير ذلك. ظل المجلس التشريعي قائما، وانتخب في 20 من تشرين أول 1942 المجلس التشريعي الخامس، الذي كان زاخرا بالأحداث الكبرى، حيث أصبحت إمارة شرق الأردن عضوا في جامعة الدول العربية عام 1945. وقام هذا المجلس أيضا بإعلان الأردن دولة مستقلة، وقام بمبايعة الملك عبد الله الأول بن الحسين ملكا دستوريا للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد أن عقدت المعاهدة الأردنية البريطانية الثانية التي اعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال إمارة شرق الأردن بتاريخ 22 من آذار 1946. وإنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة، وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه، وأن نبعث بتحياتنا وأحسن تمنياتنا للبلاد العربية الشقيقة ولأصحاب الجلالة والفخامة ملوكها العظام ورؤسائها الفخام، سائلين المولى عز وجل سلاما عاما للبشر يحققه صلح عادل عاجل تقره الدول الكبرى على الوجه الذي ينتزع الغل من الصدور ويدفع شعور الثارات التي قد تجر العالم إلى كوارث أخرى، متوجهين إلى الله العلي القدير بأن يسدد خطانا جميعا ويحقق لهذه الإنسانية المعذبة ما فيه الهدى والرضا والسعادة والسلام. وانتهى عهد الانتداب البريطاني، وظهرت شرق الأردن كدولة مستقلة ذات سيادة. وصدر في 15 من أيار 1946 الدستور الأردني، الذي أخذ بكلمة دستور بدلا من القانون الأساسي. لم يمر وقت طويل حتى احتدم الصراع على الساحة الفلسطينية، فكان جيش الثورة الجيش العربي على أسوار القدس محاربا في العام 1948 في معركة غير متكافئة بين الدولة الناشئة وقوات المحتل، وسقط الجزء الأعظم من فلسطين، مما دعا الملك المؤسس للقيام على توحيد الضفتين الشرقية والغربية في 24 من نيسان 1950، وذلك قبل أقل من عام على استشهاد الملك المؤسس عبد الله الأول في المسجد الأقصى في 20 من تموز 1951. وتولى الحكم من بعده بموجب أحكام الدستور ابنه الملك طلال ابن عبد الله بن الحسين ابن علي في 6 من أيلول 1951، منطلقا من وعي شديد للعبء الذي ورثه عن أبيه وجده والحاجة للقيادة الفاعلة القوية التي يمكنها أن تقود الأمة العربية نحو المستقبل، ولتوحيد الجهود العربية جميعا باتجاه السيادة والوحدة، مستفيدا من التراكم المعرفي الذي تلقاه أثناء دراسته في كلية سانت هيرست العسكرية في بريطانيا عام 1929، ونشأته في كنف والده المغفور له الملك عبد الله، وكنف جده الملك الحسين بن علي مفجر الثورة العربية الكبرى. كان الملك طلال صريحا في قوله وعمله، مقتصدا في كلامه، محبوبا من الشعب الأردني لما يتمتع به من مزايا عظيمة في أدبه الجم ومجاملته المحببة وتعاطفه مع كل من يلجأ إليه. كان من أهم مشاغله التفكير بالقضية الفلسطينية،
فقد ساعد أبناء فلسطين في ثورة عام 1936 بالسلاح والمال. وعندما بدأ القتال في فلسطين عام 1948 انتقل إلى رام الله، واتخذ منها موقعا أماميا مع بطارية مدفعية كانت تساند الوحدات التي تهاجم المواقع الصهيونية في القدس. وقد أمضى وقتا طويلا في الخطوط الأمامية يحث الجنود والضباط على القتال وعلى الاحتفاظ بمواقعهم، وكان لمواقف جلالته البطولية أكبر الأثر في حب الجيش له وإعجابه به. جاهد فيها جهاد الأبطال. كان الملك طلال وطنيا غيورا يسعى مثلما سعى والده الملك المؤسس إلى تخليص البلاد من النفوذ البريطاني، وحين آل إليه الملك استأنف جلالة الملك طلال مسيرته الوطنية العطرة. وكان لجلالته رغم قصر عهده إنجازات عديدة، منها تشكيل قوة خفر السواحل الأردنية في خليج العقبة بتاريخ 31 من كانون الأول 1951، حيث أنيطت بها واجبات حماية الشواطئ الأردنية ومنع التلوث. وفي 8 من كانون الثاني 1952 صدر دستور الأردن بطريقة العقد وليس المنحة، وكان من خصائصه النص على أن الشعب الأردني جزء من الأمة العربية، والنص على مبدأ سيادة الأمة والأخذ بالنظام النيابي البرلماني ومبدأ فصل السلطات والأخذ بنظام المجلسين في تكوين البرلمان. ومن مميزات هذا الدستور أنه قرر تشكيل ديوان المحاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، مثلما جاء بتنظيم كامل للحقوق والحريات. وقد ازدادت سلطة مجلس الأمة في ظل هذا الدستور، إذ أصبحت الوزارة مسؤولة أمام مجلس النواب. لم يمر وقت طويل على إقرار الدستور الأردني حتى تفاقم مرض الملك طلال، فغادر إلى فرنسا في 19 من أيار 1952، ترافقه جلالة الملكة زين الشرف، وأنجاله أصحاب السمو الأمراء محمد والحسن وبسمة. توجه جلالته بعدها إلى سويسرا لمواصلة العلاج هناك، وكانت قد تشكلت في هذه الفترة هيئة نيابة لممارسة الوصاية على العرش. وفي 11 من آب 1952 عقد مجلس الأمة اجتماعا طارئا تدارس خلاله الحالة الصحية لجلالة الملك، ونظرا للحالة الصحية للملك طلال قرر المجلس المناداة بسمو الأمير الحسين بن طلال ملكا دستوريا للمملكة الأردنية الهاشمية في نفس اليوم، ولكنه بقي تحت الوصاية حتى بلغ 18 من عمره. والجدير بالذكر أن جلالة الملك طلال ظل يعاني المرض إلى أن توفاه الله يوم السبت 8 من تموز 1972 في اسطنبول بتركيا، ونقل جثمانه الطاهر إلى عمان حيث وري الثرى في المقابر الملكية في اليوم التالي. وظل الدستور الذي سطر في عهده يعد مفخرة من مفاخره الكثيرة، حتى إن الأردنيين لقبوه بصانع الدستور. في 2 من أيار 1953 توج الملك الحسين بن طلال ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية وهو في 18 من عمره. سار الملك الشاب للقسم واضعا نصب عينيه كل التحديات الحديثة التي تطرأ على مسيرة تقدم الدول، راصدا مستقبل الدولة التي نهلت مبادئها من فكر الثورة العربية الكبرى وعزيمة الهاشميين الأحرار الذين عاهدوا الله على الوفاء للوطن وتقديم الغالي والنفيس من أجل استقلاله وسيادته ورفعته ونمائه. سار للقسم ناظرا إلى أن الدولة الأردنية مبنية على القيم الحضارية والإنسانية الراقية، عاقدا العزم لتشكيل دولة عصرية عصية على كل معيق في الطريق إلى بر الأمان والاستقرار الذي يصبو إليه، مع الحفاظ على مكتسبات الاستقلال واستحقاقات الدستور التي تمت، لينعم الأردنيون في ظل دولة القانون والمؤسسات.
أقسم بالله أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. أقسم، وفي مخيلته النيرة مستقبل أردن حلم به وراح يحققه. بعد أن كرس جلالته قواعد المملكة راح يعمل بكل جد لوضع الأردن على خريطة دول العالم، حيث أصبح الأردن عضوا في هيئة الأمم المتحدة في 14 من كانون أول 1955، مما أكسب الأردن مصداقية دولية وثقة دعمت حركة النهضة السياسية والاقتصادية التي أرادها الحسين. كان تركيز جلالة الملك الحسين بن طلال منذ البداية على القوات المسلحة كدرع الأمة، وأن الجيش ما هو إلا فيلق من فيالق الأمة العربية. إلا أن تواجد الضباط الإنجليز في قيادة الجيش كان ضد توجهات جلالته، وكان لابد من اتخاذ خطوة حاسمة بهذا الخصوص، فأخذ جلالته على عاتقه مهمة الإشراف على تدريب وتطوير الجيش العربي. وكان قراره الشجاع بتعريب قيادة الجيش في الأول من آذار 1956، فسرح الضباط الإنجليز بما فيهم الجنرال كلوب البريطاني من قيادة الجيش، وأحل الضباط الأردنيين محلهم. أيها الضباط والجنود البواسل، أحييكم أينما كنتم وحيثما وجدتم ضباطا وحرسا وجنودا، وبعد فقد رأينا نفعا لجيشنا وخدمة لبلدنا ووطننا أن نجري بعضا من الإجراءات الضرورية في مناصب الجيش، فنفذناها متكلين على الله العلي القدير ومتوخين مصلحة أمتنا وإعلاء كلمتها. وإنني آمل فيكم كما هو عهدي بكم النظام والطاعة. وعلى مدار أعوام حكمه الرشيد كان هم جلالته الدائم هو تسليح الجيش العربي بكل سلاح حديث متوافر، وقد أولى جلالته رعايته للقوات الجوية ممثلة بسلاح الجو الملكي الذي أدخلت في خدمته عدة أنواع من الطائرات الحديثة المقاتلة. أما في مجال القوات البرية فقد أدخل العديد من أسلحة الدروع الحديثة والمتمثلة بأحدث الدبابات. ومن أقوال الحسين طيب الله ثراه: مهما كان مصدر سلاحنا شرقيا أم غربيا فهو بأيدينا عربي. وقد ساهمت القوات المسلحة الأردنية وفق رؤية جلالة الملك الباني في العديد من المشاريع الحيوية في الأردن، كشق الطرق وبناء السدود ممثلة بسلاح الهندسة الملكي، وإنجاز العديد من المشاريع التنموية. إن الصداقات الدولية قد تعطي الدول منعة فوق منعتها، وقد تدرأ عنها الشر في وقت المحن وتسهم في تقدمها الاقتصادي وقت الرخاء. لذا سعى الملك الباني إلى ترسيخ شبكة علاقات خارجية مميزة بشكل عام في المحيط العربي، حيث تربطه تاريخيا علاقة وثيقة مع جميع الدول العربية منذ أن أسس مع هذه الدول الجامعة العربية عام 1946. فلقد كان هذا البلد دوما بلد المبادئ والأصالة والوفاء، بلدا يفاخر بانتمائه للثرى العربي. ودوليا ركزت القيادة السياسية الأردنية الحكيمة جهودها باستمرار لإيجاد فضاءات للتعاون السياسي والثقافي والاقتصادي أوسع من محيطها المحلي، لتضع الدولة والشعب على خريطة الاهتمام والتفاعل الدولي. استوعب الأردن وقيادته هذه الحقيقة مبكرا، وسعى الحسين طيب الله ثراه إلى بناء شبكة واسعة من العلاقات الدولية المتميزة، مما عزز مكانة الأردن وفرصه الاقتصادية والاستثمارية، ومتن صلات الدولة الأردنية بشتى المجتمعات والتكتلات السياسية والاقتصادية، وربط الأردن باستمرار
بحركة الانفتاح الاقتصادي والسياسي في العالم، بدءا من إقليم الشرق الأوسط ومرورا بكافة القوى السياسية والاقتصادية المؤثرة في العالم. فلم تخلو زيارة رسمية لجلالته من لقاء السياسيين ورموز المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والبحث في المشروعات المشتركة والاتفاقيات التي تسرع التعاون بين الأردن ودول العالم. يعزز ذلك استقرار النظام والروح الإيجابية التي يتعامل بها مع صراعات المنطقة والمشاركة الإيجابية في تعزيز السلم العالمي، مما يجعل الأردن شريكا جاذبا له مكانة في الساحة الدولية. أما في الشأن السياسي الداخلي المعتمد أساسا على النهج الديمقراطي المتجذر منذ تأسيس الدولة، فقد بقيت الحياة البرلمانية قائمة بواجبها التشريعي والرقابي على أكمل وجه، إبان الوحدة الحتمية مع الضفة الغربية، إلى أن جاء قرار مؤتمر القمة العربية في الرباط عام 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة الشرعية والوحيدة للشعب الفلسطيني، فصدرت إرادة ملكية بحل المجلس النيابي التاسع وتجميده في 23 من تشرين الثاني عام 1974. في ضوء ذلك تم تعيين مجلس وطني استشاري لتكون مهمته إبداء الرأي والمشورة ومناقشة السياسة العامة للدولة في إطار التعاون مع الحكومة، واستمر حتى صدرت الإرادة الملكية بحله اعتبارا من السابع من كانون الثاني 1984. وقد دعي مجلس الأمة للإنعقاد من جديد في دورة استثنائية اعتبارا من التاسع من كانون الثاني 1984. وفي 13 من آذار من عام 1984 جرت انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب عن الضفة الشرقية، كما قام المجلس بانتخاب أعضاء الضفة الغربية للمقاعد الشاغرة. في 31 من تموز 1988 صدر قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، وجرى تعديل قانون الانتخاب ليناسب الوضع الجديد، حيث اقتصرت الدوائر الانتخابية على دوائر الضفة الشرقية، وأجريت الانتخابات العامة في 8 من تشرين الثاني 1989، وجرى انتخاب أعضاء مجلس النواب 11. ظل النهج الديمقراطي قائما يعيش سجاله ويتطور وفق كل السبل لخدمة الأمة وتكريس دولة المؤسسات التي أرادها الحسين. وفي 30 من كانون الثاني عام 1962 بشرنا المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال ببشرى مولد أمير من نسل هاشم، وجه رسالة مولده للأردنيين وللأمة العربية والإسلامية، جاء فيها: فإنني قد نذرت عبد الله لأسرته الكبيرة ووهبت حياته لأمته المجيدة. كانت للإعلام نظرة خاصة منذ بداية التطوير، فقد قام جلالته في عام 1956 بافتتاح محطة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأكد جلالته على عروبة هذا الصوت الداعي إلى الوحدة والمدافع عن قضايا الأمة. وفي الأول من آذار 1959 جرى افتتاح مبنى الإذاعة الحالي، وفي 23 من آب 1959 تم افتتاح استوديوهات الإذاعة في القدس، وجاء افتتاح التلفزيون الأردني يوم 27 من نيسان 1968 في مرحلة ما بعد حرب عام 1967 ليقوم بدوره الوطني مع الإذاعة في إحدى أخطر المراحل التي مرت بها الأمة العربية. بدأ التلفزيون الأردني بالعمل يحمل طموحات الوطن وينطلق بدعوة الخير والتضامن والحق والسلام، وظل صوت عمان صوت الخبر الصادق والتعليق الرزين والكلمة الطيبة والبرامج الهادفة النافعة والأغنية الملتزمة. اهتم جلالة الملك الحسين كثيرا بإنشاء بنية تحتية متينة تفضي إلى ترسيخ أساسات الدولة المتطورة مستقبلا منذ البدايات،
شملت كل مناحي الحياة والاحتياجات، فأقدم على تنفيذ العديد من المشاريع، منها إنشاء السدود واستخراج المياه الجوفية وتنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية وشق وإنشاء طرق جر المياه عبر قنوات صناعية للإسهام في تطوير المشاريع الزراعية في غور الأردن ومصانع الأدوية، كما أنشأ مصانع للاستفادة من أهم موارد الأردن كالفوسفات والبوتاس، واهتم بشكل رئيسي في قطاع الخدمات والتجارة الدولية، فعمد إلى إنشاء ميناء في ثغر الأردن الباسن. واهتم في السياحة والسياح بشكل رئيسي، وقطاع الاتصالات كالبريد والهاتف والمراكز الصحية والمستشفيات، إضافة إلى المصانع العاملة على إنتاج الكثير من الصناعات التحويلية، وسط بهجة الشعب الأردني بكل فئاته، فرحين بتحقيق الحلم المشترك الذي بني ببناء الدولة. إلا أن الاقتصاد الأردني أصيب بكلفة باهظة بعد الظروف الصعبة التي فرضت على الأمة العربية نتيجة حرب عام 67، مما تسبب في نزوح قسم كبير من سكانها إلى الأردن وخسارة موارد مائية وأراضي زراعية واسعة، إضافة إلى ما فرض على الجيش العربي من منازلات أخرى مع الجيش الإسرائيلي في 21 من آذار 1968 في منطقة الكرامة في محاولة لفرض واقع جديد في المنطقة، لكن إصرار الجندي الأردني على مقاومة الغزاة والطامعين جعله يرد كيد المعتدين ويخرجهم من الأراضي الأردنية، وبتوجيه وإشراف مباشر من جلالة الملك الحسين بن طلال. وفي أعقابها بدأ الاقتصاد الأردني بالتعافي والازدهار، فراح الأردن إلى تطوير المشاريع القائمة وإنشاء مشاريع تنموية واقتصادية جديدة على جميع الأصعدة الثقافية التعليمية الطبية، وإنشاء المطارات والمراكز الثقافية والمسارح. تميز الأردن عربيا في إنشاء المؤسسات التعليمية، وشهد قيام الجامعات والمعاهد على أسس علمية متقدمة، وبالرغم من ندرة الموارد نجح في وضع مرتكزات أساسية للتعليم العالي والمستمدة من تراثنا الإسلامي والقومي ومن أهداف الثورة العربية الكبرى ودستور البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فلم تكن الدراسة بعد المرحلة الثانوية متوافرة في الأردن حتى عام 1951، وكان الطلبة من خريجي المرحلة الثانوية يتوجهون للدراسة خارج البلاد، حيث بلغ عدد الطلبة الأردنيين الذين كانوا يدرسون في جامعات عربية خارج الأردن عام 1948 223 طالباً، وبلغ عدد معاهد المعلمين والمعلمات حتى عام 1962 عند إنشاء الجامعة الأردنية ما مجموعه 11 معهداً، منها 3 معاهد للإناث و8 للذكور. وقد أكد خطاب جلالة الملك الحسين في حفل تخريج الفوج الأول من طلبة الجامعة الأردنية على التكليف المناط بتلك الكوكبة من الشباب: كان الأمل يراودني دائما أن تقر عيني برؤية أبنائنا الجامعيين مزودين بسلاح العلم ونور المعرفة، ولعلي لو أردت أن أصوغ شعارا واحدا يلم كل ما نتمناه لكم ونأمله فيكم لقلت: إنه الشعور بالمسؤولية، مسؤوليتكم تجاه مجتمعكم، تجاه بلدكم، تجاه موروث تقاليدنا وقيمنا الروحية. وفي عام 1980 تم تحويل معاهد المعلمين والمعلمات إلى كليات مجتمع،
وأصبحت مهمتها إعداد فئة الفنيين في مختلف قطاعات العمل من خلال برنامج دبلوم متوسط بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة لإعداد الفنيين في مجالات المهن التعليمية والهندسية والتجارية والطبية المساعدة والزراعية والاجتماعية، إضافة إلى برنامج التعليم المستمر لتلبية متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد وصل عددها إلى 52 كلية في عام 1985 موزعة على مختلف أنحاء المملكة. ونظراً لحرص القيادة الهاشمية وإيماناً منها بضرورة توفير فرص التعليم الجامعي للأردنيين، فقد تم تباعاً بعد الجامعة الأردنية تأسيس جامعة اليرموك عام 1976، ثم جامعة مؤتة عام 1981، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عام 1986، وجامعة آل البيت عام 1992، والجامعة الهاشمية عام 1995، ثم جامعة البلقاء التطبيقية عام 1997 التي تولت مسؤولية إعادة تنظيم كليات المجتمع وتفعيل برامجها، إضافة إلى كونها جامعة رسمية تمنح درجة البكالوريوس كشقيقاتها الجامعات الرسمية. وفي محطة مهمة من محطات تطور التعليم الجامعي في الأردن، منح أول تلخيص لإنشاء جامعة أهلية باشرت عملها في العام الجامعي 90-91، وتوالى بعد ذلك تأسيس الجامعات الأهلية لتسهم مع شركائها في القطاع العام في مسيرة بناء الدولة وترسيخ دعائمها. انتقل الحسين بن طلال إلى رحمة الله في 7 من شباط 1999 مخلفا بعده جيلا شهد أن النظام الأردني نظام معاصر منفتح متسامح قادر على التطوير والاستشراف والريادة. إنه بحق الملك الباني. وبزغ فجر جديد من آل هاشم. الملك المعزز عبد الله الثاني بن الحسين سليل الدوحة الهاشمية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. ومنذ أن تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999 سعت رؤاه إلى تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية سياسية شمولية تطال كل مناحي الحياة، وبذل جلالته وما يزال كل جهده لتحقيق هذا الهدف لتأمين مستوى معيشي أفضل للأردنيين. وبناء على هذه الرؤية الواضحة بدأ جلالته فورا ودون انتظار سلسلة متقدمة من الخطط والبرامج لمدني عصري تسوده روح العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان، سمته المشاركة والإسهام في البناء، وغاياته أن يكون نموذجا متقدما وقياديا في المنطقة. وكان للتعليم وتكنولوجيا المعلومات مجتمعتين ومنفردتين حصة كبيرة من الاهتمام، إذ جاء تركيز جلالته على تطوير قطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل في مختلف القطاعات وتوفير الأدوات الكفيلة لتحقيق هذا المرتكز، ومنها مبادرة التعليم الأردنية التي اعتمدت أحدث البرامج التعليمية وتطوير البنية التحتية من خلال إنشاء أبنية نموذجية وتزويدها بأجهزة ووسائل تعليمية متطورة ودعم وتشجيع التفكير والإبداع وإتاحة فرص التميز بين الطلبة باستحداث جائزة تمنح للطالب المتميز على مستوى كل محافظة من محافظات المملكة. كما قدمت المبادرة برنامجاً إبداعياً أقيم لاستكشاف كيفية استعمال التكنولوجيا بفاعلية لتشجيع الإبداع لدى المعلمين والطلاب، وشمل التطوير وتطبيق 6 مناهج دراسية في مجال التعليم الإلكتروني في 100 مدرسة استكشافية تجريبية في أرجاء المملكة.
استكملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 30 حزيران 2005 مشروع شبكة التعليم والبحث العلمي، والتي هي جزء من مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني، حيث تهدف إلى توفير القدرة على الاتصال لحوالي 1.5 مليون طالب وطالبة في مختلف أنحاء المملكة. يتم من خلالها ربط جميع المدارس الحكومية والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة في جميع مناطق المملكة. واستكمالاً، كان لابد من التوجه نحو التعليم العالي، لأنه أبرز العناصر في المسيرة التنموية والقوة الدافعة نحو الإصلاح والتحديث وبناء سياسات وبرامج تتوافق مع أحدث المعايير والممارسات الدولية لتعزيز تنافسية هذا القطاع عربيا وعالميا من أجل أحداث النقلة النوعية المنشودة. فتم وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يفضي للوصول إلى نظام تعليمي عالٍ في جودة عالية وقادر على إعداد كوادر بشرية مؤهلة. فقامت الجامعات بصقل شخصية الطلبة وترسيخ المواطنة والممارسة الديمقراطية بتنظيم المجالس والجمعيات والهيئات الطلابية والتوسع في الأنشطة الطلابية غير المنهجية وتعزيز ثقة الطالب بالجامعة وتعزيز التفاعل بين الطلبة والمجتمع ورعاية الطلبة الوافدين وتوفير البيئة الجاذبة لهم تجسيدا لهذه الرؤية. يحسب للمملكة ما أحرزته من تطور معقول في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فقطاع تكنولوجيا المعلومات ينطوي على دور فاعل في تطور الاقتصاد الوطني ورفع نسبة العائد القومي وتحسين مستوى المعيشة للعديد من المواطنين ووضع الأردن على خريطة العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إطلاق مبادرة ريتش في عام 1999 من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي استمرت حتى عام 2006 وركزت على وضع الأنظمة والتشريعات اللازمة للقطاع وبناء البيئة المناسبة له والاستثمار في الموارد البشرية والبدء ببناء صلات التعاون ما بين القطاعين العام والخاص. اعتمد الأردن منذ عام 1999 سياسات اقتصادية متحررة، مما أدى إلى نهضة اقتصادية جعلته من أكثر الاقتصادات حرية وتنافسية في الشرق الأوسط، وبذلك أصبح الوجهة المفضلة للاستثمار. وقد وقع الأردن اتفاقيات تجارة حرة مع كل من الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وماليزيا والاتحاد الأوروبي وتونس والجزائر وليبيا وتركيا والسودان وسلطنة عمان ومصر والمغرب، وهناك المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من السلطة الفلسطينية والعراق ولبنان وباكستان ومجلس التعاون الخليجي، كما أن الأردن عضو في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتفاقية أغادير. وللقطاع السياحي أيضا حيز كبير من مساحات التطور، فقد تطور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المنشآت الفندقية في كل الفئات 512 منشأة تحتوي على 30,616 غرفة فندقية و 49,441 سريرا يخدمها 16,960 عاملا وعاملة في هذا القطاع. كما برز الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه قصة نجاح ينظر بثقة إلى المستقبل بفضل إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك عبد الله الثاني. وساهم حرص جلالته على المشاركة في المنتدى في أن يحتل الأردن مكانة بارزة في أوساطه وأن يصبح الأردن موطنا ثانيا له، حيث رأى جلالته أنه يوفر من خلال هذا المنتدى المنبر المناسب لمخاطبة النخب ومن خلفهم ملايين الناس حول العالم. This is Jordan's choice. Our inclusive consensual approach is proven.
In the economy, Jordan's reform policies have earned global support. Look soon for more, even more, international recognition of our sound investment policies. These and other steps are opening new opportunities for all, especially our young people. احتلت صحة المواطن الأردني درجة عالية على سلم أولويات واهتمامات جلالة الملك، وأكد ذلك في كل زياراته الميدانية، وامتد ذلك إلى تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، حيث سعى بصورة دائمة إلى تطوير خدمات البنية التحتية لمؤسسات الرعاية الصحية، وما يتطلبه ذلك من صيانة وتحديث لهذه المؤسسات وإنشاء مؤسسات جديدة وتوفير الكوادر البشرية الطبية والتمريضية والإدارية المؤهلة والكفؤة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتطورة اللازمة لتقديم خدمات نوعية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. تستهلك الزراعة المروية حوالي 72% من استهلاك المياه في الأردن بأكمله، على الرغم من أنها تشكل 15% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد، إلا أن حوالي 70% من الإنتاج الكلي في الأردن من الفواكه والخضار يأتي من وادي الأردن الغور. تعتبر الزراعة في وادي الأردن مثمرة للغاية، ويرجع ذلك جزئيا لعدد من مشاريع التنمية بين الحكومة والقطاع الخاص الذين واصلوا العمل معا بشكل فعال من أجل توظيف التقنيات لتوفير المياه كالري بالتنقيط والري المحوري والدفئات البلاستيكية، وفي المتوسط يتم إنتاج 3 محاصيل سنويا منها. يعد مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في أي دولة من المشاريع المهمة التي لا بد من وجودها، فالدولة التي تجعل ضمن أولوياتها بناء وتطوير استراتيجية وطنية لشبابها لا شك أنها تسير ضمن خطة منهجية شاملة متكاملة مما يؤهلها نحو التقدم والتميز. وقد أيقن الأردن بقدرة شبابه وشاباته في الإسهام بالتنمية الوطنية، مما جعله يدرك أهمية تطوير استراتيجية وطنية للشباب لينضم بذلك لحوالي 40 دولة في العالم اختارت نهجا خاصا بها في هذا المجال. وعلى إثره قامت الدولة بإنشاء مجلس أعلى للشباب يهتم بشؤونهم، وقد أولت القيادة الهاشمية هذا المجلس عناية خاصة. أولى جلالة الملك عبد الله الثاني الجيش العربي جل اهتمامه ورعايته، لأنها مؤسسة عسكرية أردنية عربية لها أهدافها النبيلة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن. كان هذا الاهتمام ليواكب العصر تسليحا وتأهيلا، حتى أصبح الجيش العربي مثالا ونموذجا في كافة المجالات التدريبية والعملية والإدارية، مما مكنه من الوصول إلى أعلى المستويات من الاحتراف والتميز. كما استطاع الجيش العربي وبرعاية جلالة الملك تطوير قدراته لتتماشى مع تكنولوجيا العصر، خاصة في مجالات الحوسبة، هذا بالإضافة إلى تقديمه الخبرات المختلفة إلى كافة الأقطار العربية الشقيقة والصديقة بمشاركته في قوات حفظ السلام والأمن الدوليين. وللقوات المسلحة الأردنية دور بارز في مجال البحث والتطوير يظهر من خلال مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير، وهو مؤسسة حكومية في مجال التصميم والتطوير والانتقال إلى تصنيع النماذج الأولية من المعدات المدنية والعسكرية. ويمثل إنشاء هذا المركز نقطة تحول لهيكلة ومأسسة فعاليات التصنيع، والتي كانت تتم سابقا تحت إشراف القوات المسلحة في مشاغل الحسين الرئيسية. فقد شمل التطور والتحديث في صفوف الجيش العربي مجالات عدة، حيث شهدت وحدات المشاة في القوات المسلحة تطورا ملموسا في الأسلحة المستخدمة وفي تجهيزات الجنود لتحقيق الغاية ومجارات التطور العلمي في وسائل الحرب الإلكترونية. وشمل التطور سلاح الجو من حيث توفير طائرات النقل والطائرات العمودية الحديثة وازدياد عدد الطيارين الأردنيين الذين تم إعدادهم وتدريبهم في قواعد سلاح الجو الملكي الأردني ومعاهده،
وأدخلت أحدث الدبابات التي تم تطويرها على أيدي ضباط مهندسين أردنيين، كما تم تشكيل كتائب جديدة مزودة بأنظمة الحاسوب والرادارات، وأنشئت المدارس والمشاغل لتتلائم مع تطور القوات المسلحة. لم يغفل الملك المعزز يوما الحياة السياسية، فالأردن عضو فاعل في الجامعة العربية منذ عام 1946، وهيئة الأمم منذ عام 1955، ومجلس الأمن في السادس من كانون الأول 2013. وانطلاقا من قاعدة أن النمو السياسي شريك حيوي للنمو الاقتصادي، وأن بناء الأردن الحديث ينطلق من ثوابت راسخة، فالأردن عربي الهوى والانتماء وصاحب رسالة وشرعية تاريخية ودينية، يوفر لأبنائه وبناته فرص الحياة الكريمة في مناخ من الحرية والديمقراطية التي تمكن كل واحد منهم المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر في حياته ومستقبل أبنائه. ولتكريس هذه المبادئ جاءت مبادرات على قدر أهل العزم: الأردن أولا، كلنا الأردن، أهل الهمة. وبتوجيه مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أطلقت رسالة عمان في 9 من تشرين الثاني 2004، وذلك قبل عقد المؤتمر الإسلامي الدولي في عمان. وجاءت الرسالة للتوعية بجوهر الدين الإسلامي الحنيف وحقيقته الذي قدم للمجتمع الإنساني أنصع صور العدل والاعتدال والتسامح وقبول الآخر ورفض التعصب والانغلاق. ومن أهم القوانين التي رسخت مفاهيم تطور الحياة السياسية في الأردن تلك التي شهدتها المملكة مؤخرا، كقانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون المحكمة الدستورية والتمثيل النسبي للأحزاب في مجلس النواب، وما شهدته البلاد في مسيرة تعزيز التشريعات المتعلقة بالإصلاح السياسي طوال عقودها الماضية، حيث أقرت جملة من التعديلات الدستورية في 28 من أيلول 2011 كان لها أثر بالغ على كافة مناحي الحياة في الأردن. ومع إنجاز هذه القوانين بالإضافة إلى قانون البلديات وقانون نقابة المعلمين، يكون الأردن قد أنجز الجزء الأكبر من البنية التشريعية الضرورية لعملية إصلاحية مؤسسية. العديد من المحطات المضيئة جعلت من المملكة نموذجا للديمقراطية وحرية الرأي والمشاركة الشعبية، حيث تتميز القيادة الهاشمية بأنها أقامت ووطدت أركان مملكة أبرز ملامحها خلوها من استئصال المعارضة السياسية وعدم استخدام العنف في العلاقة معها، بل تتمتع بمرونة الاحتواء، فالتسامح سمة مميزة في سلوك كل ملوك بني هاشم من الشهيد عبد الله الأول المؤسس حتى الملك عبد الله الثاني المعزز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. حضرات الأعيان، حضرات النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فبسم الله وعلى بركة الله نفتتح هذه الدورة لمجلس الأمة 17 تجسيدا للمسيرة الديمقراطية التي نريدها نهجا وطنيا ثابتا لتحقيق الإصلاح والتقدم وتعميق المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتكريس الركن النيابي في نظامنا السياسي المرتكز إلى الدستور.